بذكر الناس انه اليوم الانتخابات نحن نمنا جمانة نايبة، وكل التقارير الصحفية طلعت جمانة نايبة. شو صار الصبح؟ هيدا اللي بدنا نعرفه. واضحين بشكل كامل انه في فرق بالارقام وفي زعبرة صايرة من محل لمحل، وهيدا مش هيك في مجلس دستوري. لازم نصدق واجباتنا كمواطنين ومواطنات، نصدق ونآمن انه بعد في قضاء نزيه ومستقل، والا منكون فقدنا الحصن الاخير بدولتنا. اكيد غالبيتهم، ما بحب عمم، ولكن غالبيتهم اكيد يعني ما بينسبهم. كنت عم اقول انا بخلال المؤتمر انه اللي بيحكي بمنطق الحصص كيف بده يتحمل هلا بهالمرحله يخسر هيدا النايب او هيداك النايب بسبب الطعن؟ رايك خفانين او غير مبالين؟ لا، ما نون غير مبالين، ما ممكن يكونوا غير مبالين. الطاعنون قالوا كلمتهم، آملين ألا تقول التدخلات السياسية كلمتها أيضا. أكثر من 8 أشهر مرت على الانتخابات النيابية ولم ينظر المجلس الدستوري ولا القضاء بشأن الطعون النيابية التي تقدم بها تحالف وطني، ولذا عقد مؤتمرا صحفيا للتذكير بهذه الطعون. يؤكد التحالف أن الأمل كبير في القضاء والمجلس الدستوري. هذا المجلس الدستوري بالتحديد رئيسا وأعضاء، هذا المجلس هو مجلس فينا نقول بالتركيبة اللبنانية مجلس حر. الطبقة السياسية مش قادرين حتى يتفقوا على تشكيل حكومة انقاذية بيحكوا بمنطق الحصص، أكيد ما رح يكون عنا ثقة إنه ما رح يمارسوا كل الضغوط الممكنة المباشرة وغير المباشرة على القضاء وعلى القضاة. تحالف وطني لا ثقة لديه في دولة غير قادرة على تشكيل حكومة، ولن يتخلى عن حقه في تزويد المواطنين بالطعون النيابية. في 7 و8 من أيار 2018 أعلنت نتائج الانتخابات النيابية. في 7 من حزيران أكد المجلس الدستوري أنه تلقى الطعون التي لا تزال حتى اليوم منسية في أدراج المجلس. ولأن المهلة تستعد لدخول شهرها 9 من دون مؤشر إلى ولادة أي نتيجة، ارتفعت أصوات النسائية ثلاثية لتذكر أنه لا يموت حق وراءه مطالب. بقانون إنشاء المجلس الدستوري هنالك مهلة، مهلة بتحكي عن 3 أشهر بداية للمقرر، وبعد أن ينتهي من تقريره هذا المقرر اللي هو مفروض ينتهي بمهلة 3 أشهر، هنالك مهلة شهر للبت بهذه الطعون، والمادة بتحكي عن شهر على الأكثر. جمانة حداد التي نامت نائبة قبل أن يطير لقب السعادة منها لم تفقد الأمل، ولا تزال مصرة أنها ستستيقظ لتجد نفسها في البرلمان، لأن القصة مش كرسي، القصة حق وعدل.